السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ إن شاء الله نعمل سيت اب للبرنامج اللي هنشغل بيه الكوتلين، فهنخش أو نشتغل عليه عشان نطبق برامج الكوتلين. هنخش على jetbrains.com. jetbrains هي الشركة الأم أصلا اللي مؤلفة أصلا الكوتلين. هتلاقي في jetbrains academy idea، jetbrains idea اللي هو intellij idea، وده اللي هنشتغل عليه. بيشغل الجافا سكريبت والدوت نت والجافا والسي بلس بلس والبايثون والبي اتش بي والروبي والريلز والاندرويد والجو والاس كيو ال، وطبعا الكوتلين. طبعا في شغل كتير وتول بوكس كبيره والديفلوبرز والكوميونتي بتاعته عاليه جدا. التولز اللي منزلها، في تولز كتير جدا في السوق شهيره زي انتليجي ايديا اللي هنشتغل عليه، بي اتش بي ستورم، في باي تشارم، في ويب ستورم، في ري شارب طبعا بتاع سي سي بلس بلس والسي شارب. وعندهم طبعا الخاص بالاديوكيشنال، جافا اديوكيشنال والكوتلين والبايثون والسكالا. والكوتلين بالنسبه لنا هو الاهم اللي هنبدا نشتغل عليه، بس احنا دلوقتي هنعمل انستول لانتليجي ايديا. هنخش على البرنامج، طبعا هتلاقي طبعا استعراض للامكانيات والبرودكتيفيتي سواء كان على الجافا او الكوتلين اللي بيعملها. على العموم احنا هندور على البطن اللي اسمه داونلود وهندوس عليه. هندوس على داونلود عشان ننزل الابلكيشن او البرنامج دوت. في منه طبعا تو فيرجنز، الفيرجن الاولاني اللي هو الكوميونتي والفيرجن اللي هو الالتيميت. الالتيميت دوت خاص ب للانتربرايز، للشبكات، للشركات الكبيره. اما الكوميونتي ده بينزل لحاجات الجافا فيرتشوال ماشين والاندرويد ديفلوبمنت والكلام ده. احنا ندوس على داونلود، هو هيبدا يحس بالجهاز بتاعك اذا كان ويندوز او لينكس او غيره، وهينزل لك النسخه اللي هي سويتابل معاك او النسخه اللي هي يعني تمشي مع الجهاز بتاعك. هيبدا يعمل له داونلود زي ما احنا شايفين كده تحت، سيبه يعمل داونلود طبعا باستعراض لللانجوجز اللي بيعملها والسولوشنز اللي موجوده في الابلكيشن اللي موجوده تبع جيت برينز الشركه الكبيره ديت. ممكن تبقى تبص عليهم. على العموم هيبدا ينزل البرنامج على حسب سرعه النت، سيبه شويه. وبعد ما ينزل طبعا المفترض تدوس عليه دبل كليك عشان يفتح، او تدوس على السهم اللي بيبقى على اليمين دوت وتبدا تختار اوبن عشان يفتح لك الابلكيشن دوت، او يبدا يعمل له انستليشن بعد الداونلود. بعد ما يخلص داونلود هتبدا تعمل انستليشن. ده ممكن يطلع لك في الاول رساله اليرت لو انت على ويندوز ولا حاجه عشان يديك اوكي، اديله يدوس يس، وبعد كده يعمل اكستراكتنج زي ما احنا شايفين. وبعد ما يكستراكت الفايلز هيطلع لك الايه الانستليشن. دوس على نيكست، هيقول لك ده المسار الديستنيشن اللي بيجيب منه هيسطب، قول له ماشي. اما المسار بتاع الديستنيشن اللي هيسطب فيه، حدد المكان اللي انت عايزه. هنا الاول طبعا بيقول لك انت هتشتغل 32 بت ولا 64، شوف جهازك ايه. انا جهازي 64. الامتدادات اللي هي دوت جافا ودوت كي تي، كي تي اللي هي بتاعت الكوتلين. هنخلي البرنامج ده هو الرئيسي، ويعني هو اللي يفتح الملفات اللي من النوع ده. وممكن اد لانشر للباث اللي هو خاص بالويندوز والانفايرمنتس. بدل ما نعمله مانوال هو هيرمي لي في المسار، هيرمي البرنامج بتاع المسار بتاعه في حاجه اسمها باث في الايه في الانفايرمنت الخاصه بالويندوز، بحيث يبقى يقوم منه على طول. فده حاجه كويسه، رغم ان هو بسبب الاختيار دوت هيطلب مننا ان احنا نعمل ريستارت للجهاز. طبعا ده لازم يكون عشان تعرف تسطب اصلا البرنامج وتبدا تستمر ان شاء الله. لازم تكون عملت سيت اب قبل كده للجي دي كي. احنا شفنا حاجات زي كده، او ارجع شوف فيديوهات تكون فيها شرح ازاي تعمل انستليشن للجي دي كي عشان ينزل معانا الجافا ران تايم انفايرمنت. وطبعا جي دي كي جافا ديفلوبمنت كيت، وطبعا اوتوماتيك يبقى نزل معانا جافا فيرتشوال ماشين اللي هي جافا جي في ام اللي هي تشغل لنا الموضوع ده كله. فلازم يكونوا دول موجودين، اللي احنا هنسطب من الاخر الجي دي كي ونظبط الاعدادات بتاعته. ده كلام جميل جدا. بعد ما يعمل سيت اب خلاص هتعمل، طبعا ممكن يطلب منك انك تعمل ريبوت او تريبوت مانوال. انا هختار ريبوت مانوال وهدوس على فينيش. ده كده هتبقى البرنامج نزل اللي احنا ممكن نشغل عليه الحاجه بتاعت الكوتلين. اما لو انت مش عندك يعني او عايز تعمل حاجات خفيفه تقدر تشتغل عليها كده كوتلين من غير ما تسطب البرامج او في اي وقت او في اي مكان، ممكن تخش على try.kotlinlang.org. والموقع دوت بيديك امكانيه انك تقدر تكتب كود كوتلين وتدوس على ان تنفذها على طول، يطلع لك النتائج. هيبقى سهل فيه ان انت تستخدمه على السريع لو انت مش مسطب اي برنامج تاني وعايز تجرب اي كود بتاع كوتلين.